مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. خلونا دلوقتي نتابع فيلم او تقرير بعنوان بيبليو تتحدى الملل. هو فيلم قصير لمكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية عن ما تقدمه مكتبة الطفل من مواضيع شيقة ومتنوعة من خلال عروض تقديمية وحكي لقصص وأعمال يدوية وألعاب وعروض مسرحية وزيارات خارجية لأماكن أثرية بالإضافة إلى أماكن تراثية مهمة أيضا، وده كله لتوعية الطفل وتنمية مهاراته بالإضافة إلى برامج التوعية لأولياء الأمور عن طريق مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين في كيفية تربية الطفل وتعديل سلوكياته غير المرغوب فيها. خلونا نتابع الفيلم ونرجع نكمل باقي فقرتنا. مكتبة الطفل جدا عشان هي علمتني ان انا اقرا من زمان جدا، وبرضو عندي فيها اصحاب كتير. انا بحب مكتبة الطفل عشان بتخلينا شطار، بتنمي ذكائنا. مكتبة الطفل خلينا نشارك في انشطة وورش عمل وبيحكوا لنا قصص. باجي كل الاسبوع عشان انا بحب مكتبه الطفل وبحب الانشطه بتاعتها، وبستمتع ان انا بتعامل مع الاولاد والاطفال. انا بحب اجي هنا مكتبه الطفل وبحب ألعب مع أصحابي وبحب أقرأ. أنا النهاردة جيت مكتبة الطفل ودخلت كوكينج كلاس وكلت كريب بالشوكليت وكان طعمه حلو قوي. بحب المكتبة قوي وبعرف أقول شعر، والسنة اللي فاتت كنت في التالنت. المكتبة مش بس بتهتم بالأطفال، دي بتهتم كمان بأولياء الأمور، لأن هي بتنمي فيهم حاجات كتير.